السلام عليكم، مرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاين. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على مصير مشاركة المنتخب المغربي يعني في أقل من 17 سنة في كان الجزائر، وين يتحدد في 48 ساعة المقبلة. الناس قالوا شوبير هدر، نقول يعني شوف الموضوع هذا، نتكلموا على هذا الموضوع يعني وين موضوع اللي غادي الناس قلعت فيه، يعني معطاوي قلع فيه، قلع الطياره ما تفوتش، الطياره ما تفوتش، علاش تفوتوا، علاش يعني ديروا هذا الحماس وتنوضوا الفرفارات وتنوضوا الى اجل المغرب؟ الى جا ما جاش نورمال، عادي ما جاش في كاس الشهر، واش صرا؟ هيا قولوا لي واش صرا، حبستوا كاس الشهر بزتو تهضروا، بزتو تهضروا، خاص ما عندكمش مكاش حاجه وحده اخرى، ماشي باغيين تهضروا حقائق فانيك. وصبح عندكم اقصاء كاس افريقيا تاع ليجان، يعني اكبر من اقصاء كاس العالم تاع ليجان، طردتوه داك نور الدين ود عليه، طردتوه يعني. وكاس العالم بسيط بينا يا ايطو، بسيط بينا، هذه هي هذه بالمقلوب، ولات بالمقلوب يعني من وين شاهدنا من مصادر يعني داخل المنتخب المغربي الاقل من 17 سنه، يعني حسب يعني المواقع ماشي مصادر، احنا ما عندناش مصادر بصح، ان المصير مشاركه هذه الاخير يعني المنتخب في اقل من 17 سنه في نهائيات كاس امم افريقيا بالجزائر سيتحدد في اليومين المقبلين. وما زالت المشاركة المنتخب المغربي الأقل من 17 سنة في كأس أمم إفريقيا التي تنظمها الجزائر في الفترة ما بين 29 أبريل و 19 ماي المقبلين، يعني يلقيها الكثير من الغموض في ظل يعني تساؤل يعني تناسل أخبار حول إمكانية تكرر سيناريو تعذر المشاركة الأسود في البطولة الإفريقية للاعبين المحليين بسبب الأجواء المغلقة. وكانت مصادر يعني الجامعة قد تحفظت في التصريح السابق يعني لبعض وسائل الإعلام عن كشف عن مصير المشاركة المنتخب المغربي في كأس أمم إفريقيا الأقل من 17 سنة، رغم أنه لم يتبقى سوى 10 أيام على انطلاق المنافسة، فضل عن أن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم فرضت على المنتخبات المشاركة القدوم إلى الجزائر قبل 5 أيام من موعد انطلاق المسابقة لخضوع يعني لفحوصات يعني مغناطيسية. تما باقي 5 أيام، كيما 5 أيام ولا 4 أيام هكا؟ لا. وأكدت نفس المصادر أن المنتخب المغربي يتدرب يعني حاليا بصفة عادية بقيادة يعني الإطار المغربي سعيد شيبة دون التطرق إلى تفاصيل، ما إذ كانت الجامعة قد وضعت يعني شروط للسفر إلى الجزائر عبر رحلة جوية مباشرة كما كان عليه الحال مع المنتخب المحلي في المنافسات الشهر. يعني وخاض المنتخب المغربي الأقل من 17 سنة مباراتين وديتين استعداد لنهائيات كأس أمم إفريقيا في 24 و26 من الشهر الماضي، فاز خلالها على السنغال بثلاث أهداف لإثنين، وتعادل مع بوركينا فاسو بهدف لمثله، يعني ولعب يعني مع فانيك هما اللي لعبوا مع الأخرى، لا لعبوا مع فرنسا خسروا فانيك. والجدير بالذكر يعني أن القرعة كانت قد أوقعت المنتخب المغربي الأقل من 17 سنة في مجموعة ثانية إلى جانب منتخب نيجيريا وجنوب افريقيا وزومبيا. المهم احنا الى جاو مرحبا، عندنا احنا ما شنو غادي نقول لكم، يعني خاصة يعني وين سكوت، يعني الصمت، يعني الصمت، صمت صمت كبير، يعني مكاش لي يهدر، مكاش لي على بالو، مكاش يقول لك انا على بالي بليهم جايين ورايحين، ولا مكاش لي على بالها، مكاش لي على بالها. يعني الاتحاد الافريقي ساكت، اتحاد الجامعة المغربية ساكتة، مكاش اصلا بالك راهم قضاو صوالحهم كي تسيب تلقتي على راح اسبانيا ويهضر مع رئيس اتحاديه تاع اسبانيا ورئيس اتحاديه تاع الغوش تابعوا في مدريد من اصلا ربما يكونوا قاضي صالحه. هذه هي دي ماشي صعيبه ولا لا ماشي صعيبه،
يا كانت حاجه صعيبه يعني، كاين قرارات برك، كاين قرارات يعني تم، كان قرارات راهم متابعين بيناتهم يعني. انا تبان لي بلي ايام هذه بالك السبت ولا الحد ولا الاثنين يعلنوا يقول لك رانا مدينا كاس افريقيا كاس العالم للمنتخبات اقل من 17 سنه المغرب. اي صحيح، انا نعطيكم حاجه، نعطيكم حاجه من المسرح، صديق من المسرح، اعلاميه اعلاميه اعلامي كفء ماشي زعقه، وين قال لي باللي المنتخب المصري اقل من 17 سنه راهم دايرين تربص. هذه باش يكون على بالكم، راهم في تربص مغلق، هذه هي في ملعب كليه الحربيه ولا معرفتش تايلا كيما قال لي وقيلا ملعب الكليه الحربيه، قال لي راهم فماك نورمال عادي، قال لي راهم في تربص مغلق، قال لي هنا تدل، قال لي مازال ما كاش معلوم، ما كاش اللي عنده معلومه باللي المغرب رايح ينظم كاس العالم تاع المنتخبات اقل من 17 سنه في نوفمبر. انا تكهنات تكهنات، ربما نشوف بلي المنتخب المغربي هو اللي غادي ينظم، يعني كانت عندنا معلومه بصح هذيك المعلومه هضرنا عليها بلي هما اللي غادي ينظموا كاس العالم للمنتخبات يعني اقل من 17 سنه من اجل يعني ابعاد يعني الحس الفيفا والاتحاد الافريقي يتهربوا من الضغوطات اللي عاشوهم، يعني شافوا بلي ما كاش حاجه حل بيناتهم، ما كاش، قال لك حنا نعطوها للمغاربه هما ينظموها، والجزائر يعني تنظم كاس افريقيا للشباب. هذه هي اخويا، هذه هي الناس اللي زعما، وشو كيفاش هما، شو اللقجع بالك، انا تبان ليا باللي اللقجع كان يعني يضربها كيما هكا باش يدي كاس العالم تاع الايديسات، انا تبان ليا يعني استغل الناس هما يخدموا، الناس يتخدم خويا، هذه هي الناس يتخدم، كل واحد يخدم كل واحد يخطط، يعني كل واحد يخدم وكل واحد يخطط، هذه هي كاش لي يعني يا تبان لي بلي غادي بالك هذه السيمانه الجايه غادي يعلنوا شكون، خاطش علنوا على تاع اندونيسيا عطاوها للارجنتين، هيا والمغرب غادي ينظم تاع الايديسات في نوفمبر، هذه هي تبان لي كيما هكا. الناس هادو الناس يتخدم، الناس كل واحد يشوف مخروجه، كل واحد يشوف مخروجه. انا كان نتكلموا بالرياضه، يعني انا ماذا بيا كي يجوا مغاربه، مغاربه افضل، تونس ما فيهاش، لا تونس ما فيهاش، ماذا بينا ينظموا باش يكون يعني الامور تكون يعني تمشي مليحه، ون يعني وحسن الضيافه وكلش، هذه هي شوبير كاينه منها نور الدين والتعلي تاع الايتيسات. واه هذاك ما عندوش خط احمر خويا، ها نور الدين ما عندوش خط احمر، حنا ولينا بالمقلوب، ولينا كاس افريقيا تاع الايفان 3 ما كاليفولاش، تنوض عليه الحيحيه واجتماع ورئيس الاتحاديه ومنا وبالك بالك هي كاس العالم، يعني لا حنا ماشي بضاري نروحوا كاس العالم، هو قال لك انتوما ماشي بضاري تروحوا كاس العالم، كانوا يروحوا للفيفا ومن بعد مي قلبوها ولا يقلبك على احنا بضاري نروحوا كاس العالم، ودي على رواحة الفيفا تبكي على شريت باسينة قاعد تتغني، وعلى شريت وعلى وتتغبل في روحك وراعي للفيفا والناس راكده فماك تبهدينا غير تاع السينما، ياه على قولي تبكي على تسيبورتو، على سيبورتيتو فرنسا كونتر المغرب، على سيبورتو ديالك ما سيبورتيش فرنسا، كنت خاطيني كون درتو كيما المدرب تاعكم قال لكم ما تفرجتو، ما تفرجتو نورمالمون تفرجوش وريحتو، يا ودي خلي على ربي، خلي على ربي برك، هاد الأمور هادو ماشي مليحة كاع. صورتو وين الناس ساكتة وعلى تو عندنا الإعلام تاعنا خرج، ما نحلوش الأجواء، أودي نتا مالك، ما نحلوش، أودي ما تحلش بربعنا، ها ما تحلش، ولي قالك ها ما تحلش، ها خليها بالحش، يقولك حنا الله يسهل،
حلوا ما تحلوش نورمال عادي عادي نورمال، ما كاش مشكل كاع. كاين مشكل انا بشوف اللي ما كاش كاع مشكل عادي. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ونمشي ابوني معنا، وصحه رمضان.